بسم الله الرحمن الرحيم، نكمل اللي بنعمله. يلا المحاضرة الثالثة. بسم الله الرحمن الرحيم. بيجي يقول لك الفريم بفر. ايه هو الفريم بفر؟ عرفناه قبل كده ان ده مكان في الميموري بنخزن فيه البروبرتس بتاع لكل بكسل. سيبك منها. على فكرة الفريم بفر ده حاجة مهمة، انا بقول سيبك منها لان انا شرحتها كذا مرة قبل كده وقلتها برضو كده. خصائص الفريم بفر اللي بتأثر على الجرافيك بيرفورمانس. امتى الفريم بفر تبقى حلو؟ طبعا لما تكون الحجم بتاعها كبير والديبس بتاعها حلو والسبيد بتاعها ده حلو. طيب الكلام ده لما يكون عايز ادور على حاجة عالية. طيب يعني في العموم اللي بيأثر على الكفاءة بتاعة الفريم بفر السايز والديبس والسبيد. السايز ده اللي هو الريزوليوشن، السكرين ريزوليوشن. الديبس اللي هو الكالر ريفل، يعني ايه؟ يعني البكسل فيها كام بت. ما احنا قلنا قبل كده الديبس هو النمبر اوف بيتس اللي في البكسل الواحد. ايه هو اقل واحد بت ولا 8 بت ولا 24 ولا 32؟ بقول لك مش هتحفظ من المحاضره السابقه اللي احنا شرحناها. يعني السبيد ريفرش سبيد، سيبك من الكلام ده بقى، احنا سيبنا من المنهج كله. الفريم بفر بيقول لك دي يعني عباره عن ميموري بتعمل شبايه بتتركب في الفيديو ادابتر يا يعني اما في المذر بورد، قلناها برضو في الايه في الفيديو اللي فات. السي ار تي قلنا برضو السي ار تي دي اللي هي الكاسود راي تيوب، دي اللي هي التلفزيونات القديمه اللي هي او تلفزيونات الشاشات بتاع الكمبيوترات القديمه، مش ال سي دي اللي قبل ال سي دي الكبيره دي. دي اللي هي السي ار تي اوت بوت ديفايسز اللي هو ايه بتعرض يعني الاوت بوت. سي ار تي مونيتور بروديوس ايمج يوزنج ذا سيم تكنولوجي از ان اوردينري تلفزيون. بتقول لك يعني السي ار تي دي الشاشه دي عامله زي التلفزيونات القديمه. كل الحوار هنا بقى بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان شاشه الكمبيوتر بتتكون من الكترون جان ويتش ايميتس ا بيم اوف الكترون تو ذا سكرين. بيقول لك ان الشاشه بتبقى عباره عن شعاع الكتروني بيعمل نقط على الشاشه. طيب الشاشه دي الشعاع ده هيعمل ايه؟ هيلون ازاي اللون؟ الشعاع بيلمس طبقه من الفوسفور تحت الشاشه الاصليه اللي احنا بنشوف عليها، طبقه من الفوسفور. فبمجرد ان الشعاع ده يلمس طبقه الفوسفور، الفوسفور يتلون لاحمر يا ازرق يا اخضر. بيتلون بقى اللون من دول ازاي؟ على حسب قوه الشعاع وعلى حسب سرعته. السرعه والقوه هي اللي بتحدد اللون اللي هيظهر على الشاشه. وطبعا بيبقى في حاجه بتحرك الشعاع ده من جوه، يعني الشعاع مش هيتنيه يعلم نقط في مكانها، لا الشعاع بيتحرك بيمسح الشاشة واحدة واحدة، يعني نقطة 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 أو بيكسل 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 بيكسل. تمام. بس قلنا ده كله. اقلب الصفحة يلا التالتة. الإلكترون جان بيقول لك ده إن شبه ده شكل الإلكترون جان اللي هو فيه التلات ألوان الجرين والريد والبلو. ودي طبقة الفوسفور أو الميتال ماسك. الميتال ماسك وبعدين الفوسفور ده يعني حاجة بتعدي عليها الشعاع الأول وبعدين تعدي على الفوسفور وبعدين يظهر على الشاشه. دي الفوسفور. سي ار تي كولر ريبريزنتيشن يجيب رسمه زي كده، ما اعتقدش يعني الدكتور بتاعنا مش دكتور رسومات. ايمج ريبريزنتيشن بيقول لك ان في نوعين من الصور، فيكتور وراستر، قلناهم في اول محاضره. الفيكتور ده اللي هو ملفات زي البي دي اف مثلا او اشكال بترسمها على الرسام، لكن الراستر دي صور انت بتصورها. في مثال حلو، لما تيجي تكتب ورقه او بتصور مثلا المذكرات بتاعتك او بتصور الكشكول بتاعك عشان تبعته لحد، هو مش اللي انت كاتبه ده كلام؟ بس لما تصوره بالموبايل كده اسمها كابتشر. امتى يتقال عليه فيكتور؟ لما تكون انت كاتبه على ملف بي دي اف او في وورد او في اكسل وبتكبره، ساعتها يتقال عليه فيكتور. لكن لو صورته بالموبايل ده كده اسمه راستر ويش. تمام. يبقى الراستر ايمج عباره عن بكسلات، سيبك من الباقي ده كله. والبكسل هي دي اصغر وحده في الشاشه في الشاشه، وبيبقى كل بكسل لها كلر ولها ايه لوكيشن. بيقول لك ان هي اصغر وحده بنهايه للصوره، يعني عارفين احنا الحته دي. وبيقول لك العمليه اللي هي بتجزأ الصوره لجريد اوف بكسلز كولد راسترايزيشن او سكان كونفرشن، اللي هي عمليه تحويل الصوره لبكسلات بتقسمها اللي هي جريد اوف بيكسل، يعني شبكه من البكسلات اسمها راسترايزيشن او سكان كونفرشن. بيقول لك مثلا
الراستر دي مش قلنا اللي هي ايه الراستر فايل فورمات، الراستر قلنا اللي هي الصور بتاع الموبايل. طيب هي الصور الموبايل بتبقى صيغتها ايه، او صور على الكمبيوتر، الجي بي جي اللي احنا عارفينها المشهوره قوي، والجي اي اف دي اللي هي بتبقى على الفيس اللي بيقعد يلف، اللي هي صوره متحركه كده بيقعد يتكرر. طيب البي ان جي، البي ان جي دي اللي هي زي اللايرز اللي في الفوتوشوب، بتقطع صوره مبقاش لها خلفيه، بتبقى مجرد لاير بس بتستخدمه. والتي اي اف والتي اي اف اف والحوارات التانية دي يعني يا دوبك احفظ ثلاثة بس أو أربعة، وممكن واحدة بس، بس تعرف إن دول تبع الراستر ايمج. طبعا قدامك اهي اري اوف بيكسلز، دي بيكسلات متلونة اهي، دي كل مربع من دول بيكسل. تمام. الفيكتور، الفيكتور بيقول لك ايه، الفيكتور دي من صور بنستخدم فيها الاشكال الهندسيه، لان الفيكتور نوعا ما بيبقى خطوط، نقط، اشكال هندسيه زي كده، مثلا مثلثات، مربعات، دوائر، فكل شكل وله معادله، فاحنا بنستخدم فيها الاشكال الهندسيه. والصور الفيكتور دي بيبقى سهل التعديل عليها بدون ما تفقد جودتها، لان انت مهما تعدل هي الجوده بتاعتها ثابته، انما في الراستر كل مثلا ما بتكبر بتعمل بكسله اللي هي بتبوظ، يعني تغير حجم بقى الفيكتور وتعمل فيها كل اللي انت عايزه، الجوده بتاعتها ثابته. طيب الفونتس برضو يعتبر ايه، فيكتور، الخطوط اللي هي في البي دي اف، خط يعني اي خط. الفيكتور فايل فورمات اشهر نوع في الفيكتور، في الصيغه بتاع الفيكتور الدوت اس في جي، وبتيجي كتير اس في جي. تمام. في برضك عندك كذا نوع برضك اهو تحت، وبقول لك الاس في جي دي معظم المتصفحات لسه ما دعمتهاش قوي يعني بتوسع. في الكورال وايه ده بقى، دوت باترن ودي باترن ايمج، دي ايه شويه صيغ تحفظوها بقى. بيجي يقارن لك بين الراستر والفيكتور او البيت ماب والفيكتور. بص يا سيدي، الراستر بيتقال عليها بيت ماب او بيكس ماب. ليه بقى بيتقال عليها بيت ماب وبيكس ماب؟ البيت ماب اللي هي ايه، البيكسل فيها واحد بيت اللي هي بلاك اند وايت، البيكس ماب البيكسل الواحده فيها اكتر من بيت. الكلام ده في البيكسلات دي احنا بنطلقها عليه اصلا على الراستر، فاحنا من حقنا نقول بيت ماب او بيكس ماب. طيب هو هيقارن دلوقتي بين البيكس، البيت ماب والفيكتور. البيت ماب بيقول لك ايه، وات ار زي ميد اب، مصنوعين من ايه؟ قلنا البيت ماب او الراستر بتبقى متكونه من شويه بيكسلات من الوان مختلفه. طب الفيكتور بتتكون من اوبجكتس، ايه الاوبجكتس دي؟ قلنا الخطوط، المثلثات، المربعات، الحاجات دي كلها اسمها اوبجكت على بعض. تمام. فين العلاقه دول؟ وات كان بي اديتد، نقدر نعدل ايه؟ احنا ممكن نعدل هنا البكسلات، انما هناك بنعدل الاوبجكتات. طيب حجم الملف، حجم الملف بيبقى في الراستر كبير وفي الايه فيكتور صغير. ليه بقى؟ لان في الراستر بتحتاج تخزن الداتا بتاع كل بكسل، فعدد البكسلات بيبقى كتير فبتخزن داتا كتير فبيبقى مساحته كبير، لكن في الفيكتور بتخزن الديتيلز بتاع كل اوبجكت. هيبقى عندك يعني في الصوره يوم ما تتنطط كام اوبجكت، كام مثلث مثلا، 10 مثلثات. انت في الراستر بيبقى عندك بالألف بكسل وبما يعدي كده كمان، فالمساحه بتبقى كبيره في الراستر وبتبقى صغيره في الفيكتور، لان الفيكتور بيخزن الداتا بتاع الايه الاوبجكتات بس، انما هنا بيخزن الداتا بتاع كل بكسل. طيب بيقول لك ايه، ايه اللي بيحصل لما انا بكبر الصوره؟ في الراستر الكواليتي بتبوظ، اللي هي الصور اللي انت مصورها بالموبايل الكواليتي بتاعتها بتبوظ، بتبكسل كده زي ما انتوا بتقولوا. طيب في الفيكتور، الفيكتور ما بيأثرلهاش حاجه، لما تيجي تكبر الفونت ما بيحصلوش حاجه، بيبقى يفضل زي ما هو. بس مين الاكثر واقعيه بقى؟ اللي هو هاو ريال دو زي لوك، الاكثر واقعيه اللي هي الراستر، اللي انا مصور صوره بالموبايل انا عارفها اصلا، انما الصور التانية اللي هي بتبقى فيكتور بكون اشكال بالمثلثات والبتاع والخطوط، ممكن اعمل اشكال كرتونيه فمبتبقاش واقعيه قوي. تمام. بيقول لك ايه، ايه الصيغه اللي لسه ما دعموهاش مثلا، يعني هنا في الراستر دوت بي ام بي، هنا في الفيكتور الاس بي جي اللي انا قلت لكم ده اشهر واحده فيهم. طيب كومن فايل فورمات، في شويه ايه صيغ برضو هتحفظهم هنا، اشهر نوعين الجي بي جي والجي اي اف والبي ان جي، هناك الاس بي جي. جايب صورتين اهم، دي صوره، دي نفس الصوره ودي نفس الصوره، بس
عرض دي ان يعني رسمها مصورة بموبايل، ودي مرسومة على الايه، على الكمبيوتر. لما تيجي تبكسل اللي متصورة بالموبايل شوف عاملة ازاي، لما تيجي تكبرها يعني هتلاقيها عاملة بكسلات كده منغمشة ازاي، لكن لما دي صورة انت راسمها من على الرسام هتلاقي ايه فيكتور كده اللي هي ايه متصلة ببعضها مش مبكسلة. مهما تكبر هي تفضل ايه محافظة على جودتها. بيقول لك انا دلوقتي احترت برضو يعني الفيكتور لها مميزات والبيت ماب او الراستر لها مميزات، عشان كده بيجي يقول لك لما تيجي تقرر تعمل صورة تفكر الاول هل مثلا انت معاك هارد فمش هيفرق معاك المساحة تجيب صورة راستر، ولا هتعمل الصورة على ميموري فمش هتلاقي مساحة كبيرة فهتعمل صورة فيكتور. يعني دي المقومات بتخليك تحدد. يعني بيقول لك هو داز ايمج نيد تو ريزايز، وانت هتحتاج تكبر الصورة ولا مش هتحتاج تكبرها. لو هتحتاج تكبرها يبقى تعمل فيكتور، لو مش هتحتاج تكبرها يبقى راستر، لان لما بتكبر في الراستر بتعمل ايه بكسلة كده مبتبقاش حلو. بيقول لك ايه داز نيد، بيقول لك انت عايز تدور الشاشة او ترسم الصورة وتكبرها وتصغرها وكده، لو عايز دي يبقى هتعمل ايه فيكتور، لان الفيكتور هي اللي بتعمل عليها الكلام ده. طيب do you need to the image to look real، انت لو عايز الصورة طبيعية يبقى تعمل راست، لو مش عايزها طبيعية وعايزها كرتون مثلا تبقى فيكتور. طيب do you have any مش عارف ايه كده on the file size، يعني بيقول لك يعني انت هيشغلك يعني الملف حجم الملف. والله لو مش هيشغلني انا هعملها راستر، لو معايش مساحة اعملها ايه فيكتور. طيب بيقول لك كمبيوتر جرافيك سوفت وير، بيقول لك بيتأثر بكذا حاجة ميني فاكتورز بتاعي مهم، بالهاردوير والاوبريشنز والابلكيشن اللي انت بتستخدمها والايمج ريبريزنتيشن، اللي بيتأثر بالراستر او الفيكتور، يعني الصورة راستر ولا فيكتور، وانت شغال على كمبيوتر ولا على موبايل هتفرق. والاوبريشن سبورتنج، انت هتشتغل 2 دي ولا سي دي 3 دي. طيب والهاردوير انت شغال اوبريتنج سيستم حلو ولا مش حلو. تمام دي كده المحاضرة الثالثة، ولنا لقاء اخر. السلام عليكم.